بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم، الله المستعان وبه ثقتي. الحمد لله الذي اتصف بصفات الجلال والكمال وتنزه عن صفات النقص والمحال، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الموضوع أحكام الصلاة من نظم العلامة بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الحلقة الثالثة. لا يمش أول النص، بعد ذلك الشرح إن شاء الله تعالى. نص يقول: فصل وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لبيت دون مين. فروضها التكبير أربعا دعاء، ونية سلام سر تبعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر كسوف عيد استسقى سنن، وجب نفل مطلقا وأوكدت، تحية ضحى تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر. فصل فصل أصل انتقال الحاجز بين الشيئين وهي من البيت. قال بعضهم: وقطع بحث سابق عن لاحق، يدعى بفصل في الكلام الرائق. وخمس صلوات فرض عين، هذا الذي يتكلم لك على قسم لك على أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض عين كيف الصلوات الخمس اللي هي الظهر والعصر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. فرض عين معناها متعلق بعين الشخص، إلى حمل البعض عن البعض ما يسقط عن عين الشخص، وهي كفاية. هو فرض كفاية، وهو كفاية اللي هي الصلاة على الميت فرض كفاية، وهي كفاية لميت دون مين معناها دون كيب. قال بعضهم: يا سائلي عن تفسير يا سائلي تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت إن كنت تعقل، فما كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. فروضها التكبير أربعا، الصلاة للميت فروضها أربعة. أولا التكبير أربع مرات، هذا عنه إجماعا، وقيل قال عن كل تكبير عنه بمنزلة ركعة. أربعا دعاء، هو الفرض الثاني بما تيسر، وأقله اللهم اغفر له اللهم ارحمه. واختار الإمام مالك رضي الله تعالى عنه دعاء أبو هريرة رضي الله عنه، اللي كان يقول دعاء الميت، وعاد راجل يقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأنت محمد عبدك ورسولك، وأنت تعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. واعتبر اللهم إن هامتك إلى آخره. وهذا هو دعاء أبو هريرة اللي كان يقول الصلاة على الميت. دعاء أربعا دعاء، الفريضة الأولى قلنا عنها التكبير أربع مرات، معناها لا أقل ولا أكثر. الفريضة الثانية الدعاء بما تيسر، وقلنا عن الأقل هو اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الفريضة الثالثة نية الصلاة على هذا الميت، معناها قصد الصلاة واستحضار كونها فرض كفاية على هذا الميت، ولا يضر اعتقاد كونه ذكر. ومثلا ودعا له، كان معتقد عنه ذكر وهو مرأة، ودعا لها مثلا ودعا له، والله العكس ذاك ما يضر. سلام سر، سلام ما هي منونة، سلام سر معناها خفية تبعة، إلا أن الإمام يسمع، مثلا يسمع ذاك اللي حذاه من الإمام المجيد، يلا يسلم من تحت، غير يلا الإمام يسمع ذاك اللي حذاه من الناس من الإمام المجيد. تبع مثلا فروض الكفاية اللي كان يقول لك. سلام سر تبع معناها السلام تحت عنه، تبع مثلا الفرائض
كان يقول لك فرض الكفاية. وكالصلاة الغسل، الصلاة قال لك عنها الغسل عنه لك في الصلاة، قال الشيخ خليل وتلازم أنا أحد وجبت عليه الصلاة ووجب غسله ومن لا فلا، وهو كيف غسل الجنابة إجزان وكمالا، إلا لك ما يختص به مثلا غسل الميت مثلا من السدر الأول والكافو التالي وياك وكل ملادي بعض، وياك هو الصلاة الغسل دفن من فروض الكفاية من اللي الدفن، وأقله مع منع رائحته، أقل القبر مع منع رائحته وحرسه من السباع، حرسه مثلا من النتاك، ولا حد ليكره مثلا مدة كانت في البحر وتوفى عليها أحد وصلات عليه وغسلته، هذا مثلا ترميه إذا خافت عليه التخير ترميه في البحر لعل مثلا يشبروا حد مثلا يوصل للبحر ويشبروا حد ويدفنوا، والمادة المادة أقلوا مثلا بحجار والله شيله قبل تحت دفن وكفن من فروض الكفاية مالي الكفن، وأقل الكفن الواجب بالنسبة للذكر للراجل ما ذاك اللي يستمع بين سرته وركبته، وقيل أن البدن كامل واجب، يغور المرأة اتفاقا واجب ستر جميع بدنها. إيه ما هو أفضل الصلاة؟ الكفن بالنسبة للراجل، أفضل الكفن بالنسبة للراجل خمسة اللي هو لفافة تاني وقميص وزرع وعمامة، وفضل المرأة سبعة أربعة لفايف وزرع تكون بوسطها وقميص وخمار على وجهها ورأسها بدل من العمامة، ايوه وفاوك فرض الكفاية، ايوه ويتر كسوف عيد استسقاء سنن، هما السنن المؤكدة أربعة أسابهم أربعة هما خمسة بلي داخل الخسوف داخل مع الكسوف، ويتر هو آكد السنن، هو ركعة واحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين ذاك مندوب، ووقتها بعد العشاء الأخيرة ينصلي بعد الشفق وإلا أخيرت إليه، ويمتد وقتها إلين طلوع الفجر ذاك وقت المختار وضروري إلين طلوع الشمس. هو قال عنه حتى ترك الوتر عنه تركه يشرح في الشهادة، وقال أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال بوجوبه، وهو يلا يعود سابقين وركعتين قالهم اشفع. وياك أخبار الوتر، وتر كسوف كسوف اللي هو ذهاب الضوء ذهاب ضوء الشمس كلا ولا بعضها، معناها كبيرة الشمس كاملها ولا بعضها، وهو سنة بحق مأمور الصلاة حد مأمور بالصلاة، وهو ركعتان بزيادة قيامين وركوعين بزيادة قيامين وركوعين، وتندرك الصلاة بالركوع الثاني به اللي فرض الأول سنة، يلا يقرأ في القيام الأول الفاتحة وسورة البقرة والثاني الفاتحة وآل عمران والثالثة الفاتحة وسورة النساء والرابع الفاتحة وسورة المائدة. هو يلا يعود بالمسجد يلا يعود جماعة ويلا يقرأ سرا يأكل مشروع ومقابل المشروع عنه يقال هو لا تسأم الناس مخوف تسأم الناس، وممنوع مثلا تكراره في اليوم مثلا ما ينعد في اليوم، هو ما هو الحكم الصلاة اللي جالت الشمس قبل التمام مثلا تم الصلاة تم هاك النوافل، هو وقته وقت صلاته من حل نافلتي للزوال، هو الخسوف اللي هو ذهاب الضوء القمر كلا والله بعضا، هو اللي هو قبيل القمر غرياك يصلوه الناس في البيوت ركعتين ركعتين شهرا وتم يصلوه إلينا مثلا حتى ينسلي والله يغيب في الأفق والله يطلع الفجر. والرابعة من 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 السنة المؤكدة صلاة العيدين عيد الأضحى والله عيد الفطر،
وهو سنة حق اللي هو العيد، سنة بحق مأمور الجمعة، حتى مأمور بالجمعة. وهو صفته ركعتين، الكبارة في الأولى 7 تكبيرات بتكبير القيام، وفي الركعة الثانية 6 تكبيرات بتكبير القيام. هو كل تكبيرة من تكبير العيد سنة مستقلة، معناها هي سيدة تارك أكبر السلام والزيادة بعد السلام. ووقت صلاة العيدين من حل النافلة للزوال. والعيد عنده مندوبات، منها إحياء ليلته، من خبر مثل في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وعندهم اللي مندوبات أخرين، ومنها مثلا وعندهم اللي يلا يعود وراء خطبتين ويلا يعود وراء الصلاة، وكثر فيهم التكبير. ومندوب عنه يقول ثلاث وراء 15 فريضة الله أكبر 3 مرات هي الصبح الرابع العيد، يوم الرابع من العيد. والخامس من السنن المؤكدة صلاة الاستسقاء، هي يصلوها الناس يمن أن يعود ما تجيهم مثلا السحاب العجلة والله بهم العطش، وزاده 2 ركعات ووقتها من حين نافلة للزوال، ويلا يكثر بها الاستغفار، وراها زاده 2 خطبات والناس يشوها لابسين مثلا ثياب المهنة، ثياب الشغلة، مثلا الباس متقشفين بعض متواضعين لله سبحانه وتعالى. والإمام مثلا منين يوهم من 2 خطبات يحول ياكل لداو 10 ديروا على العربي، ورجاء مثلا يحول عنهم الله سبحانه وتعالى هذه الحالة. ومندوب قالوا أنا يلا الناس صوم سابقة 3 أيام ولا يأمر بها إمام، الإمام يأمر بالتوبة ورد المظالم لها. ويأكو باطل مثلا يلا يعدل بها. سنة نجمع سنة، ما هي السنة لغة؟ سنة لغة الطريقة والصلاح، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه، عكس المندوب مثلا يعود عدل مرة ما داوم عليه ولا عدل في جماعة. فيشرون غيبة وتقضى للزواء. قالك عن ركعتها، عن الفجر عنها رغيبة، رغيبة مثل الذي رغب في الشارع حث عليه على فعله، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتقضى للزواء، ركعتها الفجر يقضى للزواء ولا يقضى نفل سواهم خاطئهم ما يقضى، وهما يحتاجوا للنية تخصهم، وهما يلا يقتصر فيها قالوا عنه على الفاتحة. وش من الناس قال عنه، وش من بعض العلماء قال عنه يلا يقرأ فيها الفاتحة، ركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية يقرأ فيها الفاتحة وقل والله أحد، أنه مجرب ليوجع الأسنان. هي اللي هي بعض، هي وقت من حل النافلة للزوال. فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. الفريضة النافلة الفريضة وقتها وقت ذكرها وتقضى، والفرض يقضى أبدا وجوبا وبالتوال، معناها الترتيب، غير الترتيب بين الحاضرتين واجب شرط، وبين مثلا الحاضرة ويسير الفوائد ياكما هو واجب شرط. وجب قضاء وفائدة، قال الشيخ خيوه وجب قضاء وفائدة مطلقان، ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائد في أنفسها ويسيرها مع حاضرتين. وقال لك نجيب نفل مطلقا، قال لك عن مندوب النافلة، والنافلة النفل لغة الزيادة، والصلاح ما سوى الفرض يشمل السنة والرغيبة. مطلقا معناها ما عنده زمن محدود ولا قدر محدود مثلا، مطلقا. وأكدت المؤكد الصمن النوافل اللي يقولوا له، وأكدت
تحية المسجد غرب بقيود، يعود هو متطهر ويعود هذا في وقت زواته، وهو يعود يدور يقعد في المسجد بهذه القيود. تحية ضحى، صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأوسطها 6 ركعات وأكثرها 8، وقال عن مكروه الزيادة 8. ضحى، وبه حديث من حافظ لأن في أسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحري، وكما قال في أسلم حديث مليء عن مثلا عن كل رقاء يصبح له مثلا صدقة عن من عدل من يصلي صلاة الضحى ركعتها الضحى هم يزوا عن ذلك صدقة. وتراويح، تراويح ذاته من السنن من النوافل المؤكدة اللي تعدل في رمضان، وشاعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال نعمة اللي بدعته هذه. وزمن عمر بن الخطاب كانت 23 ركعة بالشفع والوتر، وفي زمن عمر بن عبد العزيز على 36، واللي شارع له العمل في بلادنا هذه عن 8 ركعات مع من يعود معهم الشفع والوتر يعود 11. تراويح ثلاث، وقبل وتر مثل ظهر عصري. قبل الوتر مثلا هو من نوافل التهجد، وهو فضل ويلي بثلث الليل الأخير. وارتوى عن عائشة رضي الله عنها أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رواية عنه 11، وفي رواية عنه 13 معهم الشفع والوتر، 11 بالشفع والوتر و 13 بالشفع والوتر. وقبل وتر ومثل وهر عصري، وقبل وتر مثل وهر معناها في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 قبل الظهر و4 بعده، حرم الله جسده على النار وضع عظامه كما قال صلى الله عليه وسلم. وقبل وتر مثل وهر عصري وبعد مغرب، الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 6 ركعات بعد المغرب 6 ركعات لم بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد مغرب وبعد ظهري، وبعد ظهري اللي بحديث قبل العصر مولي 4، من صلى قبل العصر 4 الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ايوا اذن لنلخصه باختصار كنا نقولوا، والفرض عرفنا انه ينقسم الى قسمين، فرض عين كيف الصلوات الخمس ظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وينقسم الى فرض كفاية صلاة الميت، وفروضها 4. شنو هي؟ هي التكبير 4 مرات لا اقل ولا اكثر، والدعاء بما تيسر، وقلنا على قلبه اللهم اغفر له والله اللهم ارحمه، واستحب الامام مالك رضي الله عنه دعاء ابو هريره رضي الله عنه. النية اللي نزل الصلاة على هذا الميت، والسلام تحت الآن الإمام قلنا عنه يلا يسمع عليك اللي حلامي جميع الإمام موجود، تكبير 4 والدعاء ونية الصلاة لهذا الميت والسلام تحت. من فروض ملي الكفاية الغسل على الميت ومثل ياسمين خارج النساء 4 ما يغسلوا، شهيد في قتال ما أذن فيه في سبيل الله، والسقط ودون ثلثي الجسد والكافر، هذا 4 ما يغسلوا. من فروض ملي الكفاية الدفن، وأقلهما منع رائحته وحرسه من السباع، ويلا يصدد لجهة القبلة ويقول حد بسم الله وعلى ملة رسول الله الدعاء مع المعروف. وكذلك ملي الكفن من فروض الكفاية وفتنك النخباره، والسنن المؤكدة قلنا عنها منها الوتر هو أكدها، والكسوف والخسوف، الكسوف اللي هو قبيض الشمس، والخسوف اللي هو قبيض القمر، وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. وقلنا عن ركعتي الفجر عنهم رغيبة، وينقضى لين الزوال ولا يقضان في سواهم،
وكذلك أمر الفريضة تنقضى أبدا ووجوبا والترتيب. وكذلك أمر عن النفل عنه مندوب، المؤكد من النوافل عنه تحية المسجد وصلاة الضحى والتراويح، وأربع قبل الظهر وأربع وراه، وأربع قبل العصر، وستة وراء المغرب، والتهجد، وأفضلوا بثلث الليل الأخير. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه أسوة حسنة، واتباع سنته وأخلاقه، مثلا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يشابه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس. صلى الله عليه وسلم رزقني الله وإياكم العافية ودوامها والتعمل في طاعة الله وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.